بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من دمياط وبورسعيد والبحيرة، كفر الشيخ، الدهلية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس وشمال سيناء. كمان في أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح واسكندرية والمنوفية والغربية والفيوم والقاهرة والجيزة. كمان في نشاط للرياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وده هيكون على فترات متقطعة. لكن خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وأجواء شتوية، عايزين نعرف تفاصيل النهاردة وإيه أهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها الصبح وبالليل. بالفعل يمكن اليوم أجواء شتوية، يمكن على مدار ساعات الليل أغلب محافظات الجمهورية فيها أمطار، والأمطار يمكن بدأت بشكل كبير من فترة مساء أمس واستمرت خلال فترة الليل على أغلب المحافظات. كانت طبعا أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من محافظات السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى والشمال الصعيد، وده طبعا كان متوقع من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن اليوم تأثير المنخفض الجوي هيبقى في ذروته، والمنخفض الجوي ده موجود في طبقات الجو العليا بيتحرك من الغرب للشرق، ومن حركة المنخفض من الغرب للشرق هيأثر بأمطار، ويمكن أكثر المحافظات تأثرا في أمطار اليوم هي المحافظات الموجودة في المنطقة الشرقية. هتكون أمطار متوسطة تغزر أحيانا على بعض الأماكن من دمياط وبورسعيد وشمال سيناء، بعض الأماكن من مدن القناة الإسماعيلية والسويس، بالإضافة كمان محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، بالإضافة كمان الأمطار هتمتد أمطار متوسطة على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى، بعض الأماكن كمان من المنوفية والغربية والشرقية، ويمكن كمان تزيد في بعض الأماكن عن المتوسطة وتغزر أحيانا زي مثلا مناطق من القاهرة الجديدة. تمتد كمان الأمطار المتوسطة لحقل الفيوم، أمطار ما بين الخفيفة المتوسطة على بعض الأماكن من شمال الصعيد، بعض الأماكن كمان من خليج السويس، يمكن أغلب محافظات الجمهورية فيها أمطار ما عدا المناطق الجنوبية اللي هي جنوب الصعيد، والأمطار دي بتختلف شدتها من محافظة لمحافظة، وأكثر المحافظات تأثرا بالأمطار الشديد هي المنطقة الشرقية ومحافظات الدلتا أو شمال الوجه البحري. كمان اليوم متوقع طبعا مع سقوط الأمطار هيكون في نشاط الرياح، سرعاته بتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس أكثر بانخفاض قيم درجات الحرارة، ببرودة أكثر خلال فترة النهار وأيضا خلال فترات الليل، غير مثير لأي إرمال وأتربة. بالإضافة كمان اليوم أيضا في انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، متوقع إن هي تكون 20 درجة مئوية فترة النهار، لأن على مدار اليوم هيكون في سحب هتحجب أشعة الشمس، فبالتالي هيكون في انخفاض في درجات الحرارة وأجواء مائلة للبرودة في أغلب المحافظات الموجودة في الجمهورية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة ومعتدلة على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. فترات الليل اللي هنأكد عليها بشكل كبير أجواء باردة إلى شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وكمان المدن الجديدة والأماكن المفتوحة بشكل كبير والمحافظات اللي ليها ظهير اليوم مع سقوط الأمطار. أيضا إن في بعض الأماكن الرؤية الأفقية بتنخفض بعد سقوط الأمطار على طول، لأن دايما بيبقى في رطوبة موجودة في الجو، ممكن نشوف حاجة زي الشبورة المائية ممكن تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية بعد سقوط الأمطار، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير لأن اليوم هو هيكون ذروة التقلبات الجوية، ومع غدا الجمعة إن شاء الله يبدأ المنخفض الجوي يغادر الأراضي المصرية بشكل كبير ويأثر أكثر على بلاد الشام، وإحنا يكون عندنا فرص الأمطار أقل من اليوم بكثير، تحسن نسبي في الاحوال الجويه، تبقى فرص الامطار ما بين خفيفه متوسطه على سلاسل جبال البحر الاحمر، خفيفه على المناطق الساحليه، وعوده للشبوره المائيه الكثيفه غدا الجمعه ان شاء الله على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الامطار اليوم مستمر على مدار اليوم كله، مهم جدا ناخد بالنا، لازم تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء سقوط الامطار، لانها لا قدر الله ممكن تسبب انزلاق العجلات على الطريق او انخفاض الرؤيه الافقيه. مهم كمان نبتعد تماما عن اعمده الاناره بشكل كهرباء الواح الاماكن المعدنيه الموجوده في الشوارع المباني المتهالكه. ان شاء الله دايما السلامه ليك.
أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 20-13، اسكندرية 20-15، العلمين الجديدة 21-14، مطروح 21-14، دمياط 21-16، بورسعيد 22-16، السويس العظمى فيها 22 والصغرى 14، العريش 21-15، كاترين 16-4، طابة 22-14، حلايب 25-19، شلاتين 26-18، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 25-16. الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 12، بني سويف 20-11، الوادي الجديد 24-10، أسيوط 21-10، قنا 24-12، الأقصر 24-12، وأسوان 23-13. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية.